السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي الجميع، يا رب كلكم بألف خير، معكم المهندس مهيب فؤاد من اليمن. في البداية، إذا كانت هذه أول مشاهدة لك، يا ريت تنورنا وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. موضوعنا لهذا اليوم وهو الحلقة الثانية كما وعدتكم، هو كيفية تنزيل الفريم وير على جهازك الأندرويد. أوكي، طبعا في البداية سوف نحتاج إلى 3 ملفات. هذا الفريم وير الذي قمنا بتنزيله من موقع السم موبايل، الذي قمت بشرحه في الفيديو الأول. إذا كنت لم تشوف الفيديو الأول، رابط الفيديو لكيفية تنزيل أي فريم وير من موقع سم موبايل أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. الملف الثاني الذي سوف تحتاجه هو برنامج الأودين، هو خاص بأجهزة سامسونج لتنزيل الفريم وير أو لتفليج أجهزة سامسونج. الملف الثالث وهو تعريفات السامسونج، طبعا اذا كان جهازك سامسونج تنزل تعريفات السامسونج، واذا كان جهازك LG تقوم بتنزيل تعريفات LG. طبعا هذه الملفات التي سوف نحتاجها. هذا الملف الأودين، احط لك رابط الموقع الرسمي لتحميل هذا الملف، وكذلك رابط تعريفات السامسونج، بحط لك كل الروابط اسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. طبعا خطوه اولى، تقوم بتوصيل جهاز الاندرويد عبر الكمبيوتر بكيبل USB، يفضل كيبل USB اصلي. نحن الان قمنا بتوصيل كيبل USB من الكمبيوتر الى التليفون، هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هو كيفيه تفعيل وضعيه الديباج. لاحظ معي لتفعيل وضعيه الديباج، لاحظ معي في هذه الخطوه، طبعا لتفعيل وضعية الديباج تروح على الهاتف، تختار سيتينج، ومن ثم تنزل الى تحت. عندي لاحظ الديفلوبر اوبشن، اذا لم تكن موجودة عندك هذه الديفلوبر اوبشن، تذهب الى اباوت ديفايس، ومن ثم تختار بيلد نمبر، وتضغط عليه 5 إلى 7 مرات. اوكي، بعد ما تضغط عليه 5 إلى 7 مرات، تذهب الى، تتحفز معك الديفلوبر اوبشن، بتكون موجودة بعد ما تقوم بعمل build number، تضغط 5 إلى 7 مرات. لاحظ عندي يطلع لي ان هذا الخيار developer option محفز. اوكي، بعد ما تضغط 3 إلى 5 مرات، تجد هذا الخيار developer option موجود، تختار خيار developer option، وتقوم بتحفيز خيار ال USB debugging. اوكي، بعد ما تقوم بتحفيز الخيار ال USB debugging، نقوم باطفاء جهاز الهاتف. اوكي، لاحظ بعد ما قمنا باطفاء جهاز الهاتف، يفضل ان يكون الهاتف مشحون 50% فما فوق، اوكي، من اجل ان لا ينطفي وانت تقوم بعمل او بتنزيل الفريم وير، من اجل ان لا يحدث مشاكل لجهازك الاندرويد. بعد ما تقوم بهذه الخطوه، تختار، طبعا انا لا استطيع ان اقوم بالتصوير، وانما سوف اعرض لكم صور توضيحية. ندخل على وضعية الداونلود مود. للدخول على وضعية الداونلود مود، تختار على زر التشغيل وزر الهوم وزر خفض الصوت. اوكي، بعد ما تختار زر التشغيل وزر الهوم وزر خفض الصوت، تطلع لك هذه الصورة. طبعا كما قلت لكم، سوف اقوم بتوضيح الصور لانه ما عندي كاميرا اقوم بالتصوير. اوكي، بعد ما تظهر لك هذه الصورة، تذهب تفتح برنامج الأودين. اوكي، هذا هو برنامج الأودين، فتحت برنامج الأودين. اوكي، طبعا بعد ما تفتح برنامج الأودين وتظهر لك هذه الصورة، تختار على زر رفع الصوت. لاحظ عندك تم تفعيل المنفذ، لابد ان يطلع عندك المنفذ هنا COM5 COM6. لابد ان يتعرف برنامج الأودين على جهازك الهاتف. اذا لم يتعرف برنامج الأودين على جهازك الاندرويد، قم بتنزيل كما قلت لكم تعاريف السامسونج. عندي حاليا برنامج الأودين تعرف على الهاتف. اوكي، الخطوة الذي بعد نقوم، لاحظ هذا الفريم وير، نقوم بفتح الضغط عن الفريم وير. استراهير، طبعا لا تقوم بتحريك كيبل USB اثناء تنزيل الفريم وير. لاحظ بيفك الضغط عن هذا الملف، هذا فريم وير. بعد ما قام بفك الضغط، لاحظ نحن نختار، لاحظ هذا، كليك يمين بالزر الايمن، امتداد الاكستنشن حقه، لاحظ MD5، لاحظ ركز، لابد ان يكون امتداد MD5. اوكي، تذهب الى هذا الخيار وتقوم باختيار الروم الذي قمنا بفك الضغط عنه، هو هذا الروم، وتختار اوبن، تنتظر بليس وايت. طبعا حاليا الجهاز في وضعية الداونلود مود،
لاحظ حاليا فينيش اكسيد. اوكي تعرف الفريم وير على الاودن. حاليا الجهاز الاندرويد في وضعيه الداونلود مود، بتختار على ستارت. لاحظوا بدا يمشي هنا. اوكي حتى جهاز التليفون بدا، واجهه الداونلود مود بدا تمشي معي. الامر يستغرق دقيقتين الى 3 دقائق على حسب حجم الفريم وير. كما قلت لكم لا استطيع تصوير التليفون، وانما ساعرض لكم صوره مثل هذه الصوره الان التي تشوفوها، وهو حاليا يقوم بتنزيل الفريم وير الخاص بجهازي. ويستنصح عدم تحريك كيبل يو اس بي من اجل الا يحدث مشاكل على جهاز التليفون. حاليا الان يمشي هنا، لاحظوا، وكذلك يمشي بنفس الطريقه في جهاز التليفون على واجهه الداونلود مود كما في هذه الصوره التي ترونها امامكم. لا تقوم بفصل كيبل اليو اس بي نهائيا الا بعد ما يكمل تحميل النظام. لاحظوا هنا عندك حاليا يقوم بانزال ملفات السيستم، ملفات النظام. كما قلت لكم الوقت يستغرق دقيقة الى دقيقتين. سأوقف التسجيل وارجع لكم من اجل ان لا يكون حجم الفيديو كبير. حاليا يقوم بتنزيل ملفات الكاش، اوشك ان ينتهي هنا واوشك ان ينتهي في جهاز التليفون. بعد ما ينتهي لا تقوم بفصل الكيبل يو اس بي، وانما عندما ينتهي سوف يقوم بعمل ريستارت لجهاز التليفون. لاحظوا حاليا قام بعمل ريستارت لجهاز التليفون. استغرقت العملية 6 دقائق 50 ثانية. لا تقوم بفصل جهاز التليفون حتى يقوم بإعادة تشغيل جهاز التليفون تلقائيا. لاحظوا حاليا جهاز التليفون يقوم بإعادة تشغيل الآن. لاحظوا عندما قام بإعادة تشغيل جهاز التليفون تعرف جهاز التليفون مرة أخرى على المنفذ. لاحظوا تم إعادة تشغيل جهاز التليفون. أوكي وهذا جهاز التليفون شغال. أوكي حاليا تختار بعد ما تكمل. لاحظوا عندك بيس، بعد ما تكمل تختار إكزيت. لاحظ سوف نقوم بالدخول على جهاز التليفون ونرى النظام الذي قمنا بتنزيله. لاحظ هذا هو جهاز التليفون الخاص بي. نذهب إلى سيتنج إعدادات، طبعا الفريم وير باللغة الإنجليزية. بإذن الله تعالى أيضا سوف يكون عندنا فيديو لكيفية تعريف جهاز سامسونج. تنزل تحت عندك About Device. لاحظوا عندي موديل نمبر، هذا الموديل نمبر الخاص بجهازي، وكذلك الفيرشن، هذا الفيرشن، وكذلك لاحظ عندك الباس بيند فيرشن، نفس الباس بيند فيرشن. هذه هي طريقة لكيفية تفليش أو تنزيل فريم وير على جهاز سامسونج. طبعا كذا درسنا خلص لهذا اليوم، يا رب تكونوا استفدتم من هذا الموضوع. اذا عجبك الفيديو دوس لايك، كذلك شارك هذا الفيديو لاصحابك لتعم الفائدة للجميع. كذلك اذا كانت هذه اول مشاهدة لك لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. كل الروابط تجدها اسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل ما اختم هذا الفيديو يمكنك تحميل تطبيق الاكاديمية. للاشخاص المشتركين في القناة طلبوا كيفية تحميل تطبيق الاكاديمية، وهو يمكنك ان تحمل تطبيق الاكاديمية من موقع الاكاديمية نفسه. تختار على هذا التطبيق بيحولك على موقع الميديا فاير. طبعا حجم البرنامج 10 ميجا. بعد تنزيل البرنامج، بعد ما تقوم تنزيل البرنامج، طبعا بينزل البرنامج عندك على شكل ملف ABK. هذا هو البرنامج. بضغط على الرابط تحمل البرنامج. طبعا تحميل البرنامج من خارج منتج جوجل بلاي، مصادر غير معروفة. اوكي هذا هو تطبيق الأكاديمية. يمكنك متابعتي من خلال هذا التطبيق، الاشتراك في القناة، التصفح الموقع، يصلك كل جديد عندما اقوم ب تدوينة جديدة مباشرة. تدوينة تصلك من غير ما تدخل على الموقع. اوكي فتح، اختار على فتح. طبعا هذا هو التطبيق. هذه اخر التحديثات. طبعا هذه عبارة عن رسالة لمعرفة موقعنا على الانترنت. لاحظوا عندي الان، شايفين عندي الان يقوم، شايفين انج مهيب يقوم بتحميل التطبيقات او بعمل تحديث تلقائي. طبعا عندنا النت ضعيف
لدرجة أنه لم نقوم شايفين عمل تحديث بسيط هذه التحديثات، ونزلت تحديثات البشرة 15 موضوع. طبعا هنا عندك خيارات، هنا المواضيع التي قمت بنشرها، هنا كذلك ممكنك متابعتي على فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، يوتيوب، كذلك لينكدين. طبعا هنا عندك التحميلات، تحديث المواضيع، يمكن تحديث المواضيع، عندك تغيير الثيم، يمكن تغيير الثيم، حط الثيم الذي تريده، يمكن تختار هذا الثيم. اوكي، عندك تغيير هذا الثيم، كذلك عندك اعدادات التطبيق، عندك مزامنة، عندك طبعا هذا مع الايام سوف تفهمها. طبعا عندك عدة خيارات. اوكي، اذا عجبك الفيديو لا تنسى لايك وكومنت تحفيزي، ولكي يصلك كل جديد اشترك الان.